على شاطئ صيدا أمواج، أمواج من البشر، من الحنين، من الألحان. يدخل ربان الرحلة وسط تصفيق عشرات الآلاف من الأيادي المشتاقة إلى موسيقى مارسيل خليفة وفرقة الميادين. لم يطلع العشب عاليا بين أبناء جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية ومارسيل، له الهتاف والأوتار والحناجر. وعشرون سنة قضت على انطلاقة الجبهة، وفي الذكرى اختار الحزب الشيوعي اللبناني أن يحيي الاحتفال من بوابة الجنوب وفاء لشهداء المقاومة عبر رمز الفن المقاوم. استقى مارسيل من أرشيفه، فحضرت ريتا وجواز السفر، وعادت إلى البال أغنية. طعم اللوحة ببعض جديد، فهب نسيم الريح وثنائي الحب فيما رقص جيفارا على أنغام التانجو. ساعتان ونصف من الغناء المتواصل لم تطفئ اللهيب، لا بل اشتعلت المدرجات أحمر وتصفيقا. إلى الثوار في كل بقعة عربية أهدى مارسيل الحفل، وضد الطائفية رفع الصوت. اليوم هذا الجمهور اللي كان هو جمهور من كل لبنان، من كل الطوائف، من كل الملل، من كل الساحات، من كل الميادين، وهذا شيء حلو كثير. يعني يمكن من المرات القليلة انه يعني تستعاد هذه الاجواء. هاي حفلة كانت موسيقية غنائية، يعني لم تكن حفلة موسيقية فقط. يعني لما بنعمل جدل بنعمل جدل موسيقى، لما بنعمل عامل جدل سياسي. لا، هذا اليوم قلنا انه هذا الحفل هو ضد البشاعة، هذا مع الجمال، تعبير داخلي انساني. عم نقول لا ضد هذا المد الطافح بالقذارة والبؤس اللي عم نعيش فيه، هذا مع نبض الشارع العربي. عم بقول شو لازم اقول.